الهدف الأول، وأنا يعني ححاول نعم أستعرضه هنا نعم بالبورد إذا تشوفوه بشكل واضح. يعني نعم أول شيء، لما تم استخلاص الكرة من هالمنطقة، الكرة تم لعبها إلى أحد قلوب الدفاع. قلوب الدفاع لعبها الكرة إلى أحد اللاعبي اللي يسموه الارتكاز. هنا أكو فد ملاحظة مهمة نعم أحطها علامة هنا محددة بين اللي هم الثلاثة قلوب دفاع. واحدة من الشغلات في عالم كرة القدم، خصوصا إذا يعرف كرة القدم بشكل صحيح، عندنا شغلة: ماكو ضغط على حامل الكرة، نعم وأكو تهديد تهديد مع يعني بوجود خصم دايركت مباشر. وقيم الوضع وارجع خطوتين، وارجع خطوتين اذا نريد نحددها بشكل تفصيلي اكثر. رقم واحد، اعيدها مره ثانيه: ماكو ضغط على حامل الكره، ماكو تهديد مع الخط الخلفي، قيم الوضع، ارجع خطوتين. وخصوصا ويا المنتخب الياباني، لما عنده هيك لاعبين بجوده عاليه خصوصا في التمرين، لازم نلاحظ شغله واحده. هنالك حركه متفق عليها، من تحرك وضعيه جسمه بهالطريقه، هذا اشاره انه الكره في الخلف. اعتقد نعرف بشكل عام لما لعبه الكره بشكل الى الخلف، هذا اللاعب تحرك في وقت مناسب، وهذا ما ترك الخط الدفاعي، وخصوصا اللاعب زي تحسين ما قيم الوضع بشكل صحيح، وخصوصا رقم اولا تموضعه في قلب الدفاع، وايضا توقيت التحرك الى الخلف وعمليه المراقبه الفرديه، خصوصا لما خرجت الكره من لاعب الارتكاز. فهذا هو اللي سبب. طبعا لا ننسى كابتن ناثر، ما كان ممكن نعم، يكون الضغط على لاعب الارتكاز من لاعبي المقدمة؟ لا، هي كان بالامكان، بس مثل ما قلنا تحدثنا العمليه المنتخب العراقي في الشوط الاول بدا باستراتيجيه يسموه الدفاع في وسط الملعب بشكل معين تقريبا، يعني خلينا نقول. وتم اول شغله، تم استخلاص الكره من كانت عندنا وتم استخلاصها، نقلت الى احد الاظهره ونقلت الى قلب الدفاع، ضغط المهاجم الوحيد. لكن لما انت تلعب امام ثلاث لاعبين مثل نقول ثلاثة ضد واحد، صعبه، فعمليه الخروج بشكل سهل لعبت الى الارتكاز وانتظروا شيء. اعتقد كان نوعا ما شكل الفريق اوكي، ما كان متوقعين حتلعب بهذه الكره صراحه. من وجهه نظري كان لازم يكون هنالك موقع افضل للاعبي خط الوسط، او هنالك ضغط على الاقل توجيه اللعب الى جانبي الملعب اكثر ما يكون في العمق.